طبعا بمسي على كل المشاهدين قناة النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي في كل مكان. النهاردة إن شاء الله حلقة جديدة، إن شاء الله تكون حلقة مميزة كالعادة من البيت الكبير. النهاردة ضيوفنا إن شاء الله في الفقرة الأولى عندنا الناقد الرياضي الأستاذ محمد القوسي، في الفقرة الثانية هيكون معنا اثنين من نجوم النادي الأهلي الكبار جدا، الكابتن فتحي نصير والكابتن ماهر همام. اكيد هنتكلم على يعني بشكل موسع وبشكل تفصيلي عن مباراه النادي الاهلي ان شاء الله بكره مع سوني ديب، مباراه العوده. واحنا زي ما احنا عارفين وتابعنا وحضراتكم تابعتوا المباراه الاولى، مباراه الذهاب اللي كانت في النيجر واللي انتهت بفوز النادي الاهلي 1-0 عن طريق اليو ديانج، رغم الظروف الصعبه اللي كان بيمر بيها النادي الاهلي في المباراه ديت من غيابات، من سوء ارضيه الملعب، من الاجواء المحيطه بالمباراه، لكن قدر النادي الاهلي انه يعني يسيطر على المباراه بشكل كويس ويحقق نتيجه ايجابيه بشكل كبير. ويعني الناس تقول لك نتيجه ايجابيه 1-0، نتيجة إيجابية جدا، لأن في المقابل زي ما احنا عارفين وقلنا أن حتى الوداد اللي هو كان موجود في المربع الذهبي كان في نفس الجولة خسر من الملعب المالي 1-0، وبالتالي في مفاجآت كتيرة في كرة القدم، كرة القدم لا تعترف إلا بالتسعين دقيقة داخل الملعب. فخلينا نقول إن شاء الله مباراة بكرة هي مهمة جدا جدا للنادي الأهلي في شقين، الشق الأولاني إن احنا إن شاء الله نأكد جدارتنا ووصولنا لدور ال 16 بإذن الله بنتيجة كبيرة، إن شاء الله بإذن الله كل الأمور متاحة للنادي الأهلي إنه بكرة يعمل مباراة كبيرة ويقدم مباراة كبيرة وأهداف كتير، أهداف كتيرة ليه؟ عشان دي بتبقى رسالة، رسالة واضحة لكل منافسي النادي الأهلي إن النادي الأهلي هو بطل القرن، هو بطل النسخة السابقة، ولكن كمان عنده إصرار وعنده عزيمة أنه إن شاء الله يكون بطل النسخة أو الرقم 10 بالنسبة للنادي الأهلي. دي جزئية. الجزئية الثانية الحمد لله عندنا السكاوت بقى كبير، يعني الصفقات الجديدة مع بعض اللعيبة الحمد لله يعني رجعوا من إصابة كورونا، فعندك سكاوت كبير. واحنا يعني النادي الاهلي عنده مشوار صعب، مشوار كل 3 ايام بيلعب مباراه زي ما حضراتكم عارفين. الجمعه اللي فاتت النادي الاهلي تعادل مع دجله 0-0، هيلعب بكره مع سونديب، عندنا كمان يوم الجمعه اللي بعديها يعني كمان 3 ايام مباراه مع نادي سيراميكا في الدوري، وبالتالي دي كمان فرصه، المباراه زي دي فرصه ان شاء الله لو النادي الاهلي حقق عرض جيد ونتيجه جيده ان كمان موسيماني يعني يدي فرص للعيبه ويقدر يعمل الروتيشن الطبيعي جدا، الروتيشن اللي هو يحافظ على اداء الفريق على النواحي البدنيه والنواحي الفنيه. فمباراه بكره ان شاء الله مباراه مهمه جدا 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 بننتظرها، وننتظر نتائج، بننتظر ان شاء الله نجاحات للنادي الاهلي في 2021. والحديث طبعا عن المباراه الافريقيه طويل جدا جدا.